هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا لين. الفيديو ده هيكون عن الديكور وازاي تعملوا بحاجات بسيطة ديكور زي ما انا عاملة هنا بكور الفخار اللي بتتحط للزرع، واكيد ممكن تستعملوا حاجات تانية زي البلي والخرز. ولو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ويلا نبدأ الفيديو. هنجيب كور فخار، سبراي شفاف، جليتر، وهنرج السبراي كويس. نبدأ نرش على الكور الفخار ونحاول نهزها على قد ما نقدر عشان تغطي الكور كلها، وبسرعة قبل ما ينشف نحطه في البرونز ونحاول نحركه لغاية ما كله يتغطى بالبرونز. ونسيبه ينشف، ولما ينشف هبدأ أشيله من البرونز وحطه في الطبق لوحده تاني. ودلوقتي هعمل طبقة تانية وهبدأ أعمل نفس اللي عملته قبل كده، هرش بالسبراي الشفاف وهبدأ بسرعة برضو أحطه في البرونز وأسيبه ينشف، وبعدين هعمل نفس اللي عملته إن أنا أشيله من البرونز وحطه في طبق لوحده علشان أعمل الخطوة الثالثة، وهرش السبراي تالت مرة. وتقدروا تعملوا كده لغاية ما تحسوا ان انتوا غطيتوه كله بالبرونز، او تحسوا ان انتوا مبسوطين بالشكل النهائي بتاعكم. وده الشكل النهائي بتاع الكور اللي انا عملتها. وحاجة اخيرة ما تصورتش، ان انا ارش الكور بالسبراي الشفاف علشان يمسك الجليتر اللي عليه. وزي ما قلت قبل كده ان انتوا ممكن تستعملوا بلي او خرز. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفتحوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيسبوك وفولو على تويتر والانستجرام. ولو عندكم اي اسئلة ما تنسوش تسيبوها لنا تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.